إذا أنتوا جايين بستودنت فيزا على كندا، يعني جايين تتعلموا بكندا، شغلة لازم مهمة كتير لازم تعرفوها أول ما توصلوا على كندا، إنه أنتوا كستودنت بحق لكم تاخدوا حساب بلاش من البنوك بكندا. شو يعني بلاش؟ كل بنك اليوم بكندا عنده شيء اسمه student checking account. عادة إذا أنتوا عندكم حسابات هون بكندا ومنكم نيوكمر أو قطعتوا السنة أو السنتين لبعض البنوك بالكندا، بتصيروا تدفعوا على الحساب المصرفي اللي عندكم إياه بكندا. بس إذا أنتوا student، طالما أنتوا عم تبرهنوا للبنك إنه عم تدفعوا ومسجلين بجامعة بكندا وعم تدفعوا القسط كل سنة، إن شاء الله بتضلكم يمكن 5 سنين، أوكي؟ هذا الحساب بيعطيكم إياه البنك ببلاش، بيكون تحت اسم Student Checking Account. وفي شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها، إنه كل سنة بتكون تروحوا على البرانش وتأكدوا للإيجنت اللي عم يتعامل معكم إنه أنتوا بعدكم عم تدفعوا مصاريف في الجامعة وبعدكم مسجلين بالجامعة، ليضل عندكم التشيكينج أكاونت. وإلا منه لحاله السيستم حيبرموا على حيبرموا حسابكم لحساب عادي وحتبلشوا تدفعوا مصاريف. انتبهوا لهيدي الشغلة. شو هو الستودنت أكاونت وشو بيجي معه؟ الستودنت أكاونت بيجي بيعطوه unlimited transaction بالشهر. مثل ما شايفين في عندكم حسابات بيطلع لكم 12، بيطلع لكم 25 unlimited، انتو بيطلع لكم unlimited. ونو monthly fee للoverdraft protection. بيطلع لكم free e-transfer transaction. خلينا نفوت كرمال نحن نعرف شو بيطلع لنا بالstudent account. ننزل لهون. ما بتدفعوا لأي شيء، ما ضروري تكون عندكم minimum balance، هو الحساب for free، عندكم unlimited transaction، تدفعوا قد ما بدكم فواتير خارج TD، ما بتدفعوا additional fees، كمان e-transfer for free. إذا أنتوا عم تسحبوا مصاري على مكنة منا لـ TD بدكم تدفعوا هون دولارين، وإذا أنتوا عم تاخدوا paper statement ما بدكم توصل ما بدكم يوصل الستيتمنت اللي عندكم على الابلكيشن، بدكم يوصل لعندكم على البيت ورقه. اتس فري اوف تشارج مثل ما حاطين هون. هلا في شغله جديده عندهم اياها هون مهضومه، انه انترست كالكوليتد اون افري دولار. طالما انتم حاطين مصاري بهذا الحساب يمكن يكون عم يطلع لكم عليه كمان انترست. وفي شغله هون اوبن نيو تي دي ستودنت تشيكينج اكاونت وذ اوفر درافت بروتكشن اند يو كود جيت اب تو $125. يعني اول ما توصلوا انتم على كندا وتفتحوا حساب ستودنت، معقول تكونوا كمان مش عم يطلع لكم اياه بس ببلاش، معقول تكونوا عم تطلعوا كمان منه $125. اذا انتم واصلين جديد على كندا وستودنت هيدي تدي، وفي عندكم غير بنوك كمان بيكون عم بقدموا ستودنت اكاونتس، رح احكي فيهم الايام اللي جاي وشو بقدموا معهم. اذا انتم موجودين بكندا وعم تستعملوا تدي او ستودنت، اكتبوا لنا بالكومنتس تحت شو رايكم بتدي وكيف المعامله مع تدي والكاستمر سيرفيس تبعه. تابعوا هيدي الصفحه لنكون عم نحكي كل شيء له علاقه بالبنوك بكندا.